هذا المريض حادث مال دراجة بسيط. خوش حكي. وخذناه المستشفى العام مستشفى الحسيني بالناصرية. والدكتور اللي يشرف عليه الدكتور عبد الجبار الأسدي. نخذنا طبعا كسور عادي ما بيشيل، وأنا رحت للدكتور بالعيادة مالته وقال إن شاء الله أنا عدلت رجله وباكر إن شاء الله أصبها ويطلع. أخوي رجع صار عليه 4 أيام. لما صار عنده قنقري وحولناه بجانب واخذ الطبله مالته سحبها وخلاها. اخذ الطبله وخلاها لواحد يعالجه لها لما صار عنده قنقري. من بعد هذا الحادث حجي ورا 4 أيام، ايش قال لك؟ يعني حاول انه تعالجه بالناصريه. هو الدكتور اصلا سحب الطبله وشرب. ما قال لي دكتور جبار، لا قال لي حوله وسحب الطبله مالته. يعني اجى دكتور غيره. اجى دكتور انه بغيره وقال ما اقدر اسوي له الا قص. اللي قص وين؟ بالبصرة. بالبصرة لا، قال لي انا راح اسوي عملية بس اقص رجلي. ماشي. قلت ليش تقصها؟ ماشي. قال صاير بيها قنقري صاير بيها.